أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عارفين ليه أنا تركت المسيحية وأسلمت لأن المسيحية غير منطقية يؤمنون أن الله ثلاثة في واحد إزاي بقى أن الآب إله والابن إله والروح القدس إله ودول مش ثلاثة لا دول إله واحد بس طب اسمه إيه ده وقال الكلام ده اسمه الثالوث فمش منطق الكلام ده بيؤمنون أيضا أن الله تجسد ونزل عاش مع الناس ومسكوه وضربوه وقتلوه فهل هذا كلام يعقل؟ والكتاب المقدس متحرف ولا يمس القلب غير مؤثر في نص في الكتاب المقدس يقول ولنا أخت صغيرة ليس لها سديا فماذا نصنع لأختنا حين تخطب؟ فهل هذا كلام الله؟ وده عكس الإسلام تماما دين التوحيد دين الحق لأن المسلمين يعبدون إله كامل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والقرآن كلامه يمس القلب فعندما أقرأ القرآن أبكي بسبب عظيم كلامه لأنه وحي حق ففي نص تاني في الكتاب المقدس بيقول وفرجت رجليها لكل عابر في سفر حزقيال ده غير زين المحارم الموجود في الكتاب المقدس ويريد بشر عاديين لا ده أنبياء وأبناء أنبياء ده طبعا عكس كلام القرآن الرائع في سورة الشعراء أنا تعرفت على الأنبياء الحق غير اللي أنا عرفتهم في الكتاب المقدس فأنبياء القرآن ربنا أرسلهم لهداية الناس أما في الكتاب المقدس فهم زناة ومش زنا عادي لأ ده زنا محارم فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله الذي هداني للحق وعرفني على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.